أنا حابب أبدأ مع اسم كبير، رمز كبير جدا في تاريخ النادي الأهلي، قيمة وقامة، رحلة من العطاء ورحلة من النجاح الممتد، وزير الدفاع حسن حمدي، كابتن كبير حسن حمدي. النهاردة عيد ميلاده 74، فحابين إن احنا نبتدي حلقتنا ونقول له كل سنة وأنت طيب، أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. كابتن حسن حمدي ارتبط اسمه في مراحل كتيرة جدا ومتفرقة لأكثر من نصف قرن بقصص نجاح، سواء كلاعب في النادي الأهلي بدأ مشواره مع الفريق الأول سنة 71، رحلة عطاء كبيرة، تتويجات، بطولات، وطبعا كإداري وصولا للمرحلة اللي كتير من عشاق النادي الأهلي بيصفوها بالمرحلة الذهبية في تاريخ النادي الأهلي، الفترة اللي تولى فيها الكابتن حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي، واللي أنا شخصيا بعتبرها كانت صفحة جديدة، بداية كتابة تاريخ جديد للنادي الأهلي. أسماء كتير بلا شك الحقيقة هتظل موجودة في ذاكرة وفي عقول وفي قلوب الأهلوية، لكن أسماء يمكن قليلة منها هي اللي أعتقد سطرت وكتبت اسمها في تاريخ النادي الأهلي بحروف من نور، ومنها وزير الدفاع الكابتن حسن حمدي. من السادسة ومن شاشة الأهلي بنقول لك كل سنة وانت طيب.